وبعدين معاكي بقى، منين ما تيجي اجي الاقي فاتحه الدولاب وعامله في نفسك كده. وحشني قوي. وحشني اسمع صوته هو بيقول لي يا ماما. وحشني لما كان بيجري عليا وياخدني في حضنه كأني ملكت الدنيا كلها. وحشني لما كان بيعيا وافضل جنبه طول الليل وانا خايفة عليه. وحشني نفسه، وحشني عياطه. تعبانة، تعبانة قوي. ساعات بطلب من ربنا انه يخلصني من الدنيا دي عشان بس اشوفه واخده في حضني. انا ربنا ابتلاني يا منير، ابتلاني مرتين، ابتلاني لما ادهولي وعلق قلبي بيه، وابتلاني لما خدوا مني. اديكي قلت اهو، ربنا ابتلاني، يعني فاترك ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. يعني ربنا بيحبك يا هبلة، وربنا جميل قوي. ربنا بيختبرنا في اكتر حاجة بنحبها. طب قولي لي بقى، كنت هتعملي ايه لو كنت ربيتي وكبرتي وسهرتي وخرجتي من الجامعة وبقى راجل وبرضه ربنا خده؟ كنت هتقولي له لا سيبه ما تاخدوش؟ يا حبيبتي اصبري اصبري، وان شاء الله ربنا هيعوضك خير. يمي ليه هدوم يا منيرة؟ اخدها معايا البيت. ما ينفعش، والله ما ينفع، الدكاترة قالوا لا. انا كرهت الدكاترة، كرهت الأدوية، كرهت كل حاجة، كرهت نفسي، كرهت الدنيا. حبيبتي عشان خاطري لازم تصبري، الدكاترة قالوا انك ممكن تتنكسي والله. سيبيني يا منير، سيبيني، انا عايزه ابقى لوحدي. طب انا عايزه اقول لك حاجه، حاجته في الدولاب انا مش هقدر اديها لك. مش انت لما بتيجي في اي وقت بتخرجيهم بتلاقيني كاوياهم وحطاهم مكانهم؟ عندي في امان، ما تزعليش مني. بعد انا مش هقدر اسيبك، عارفه انا مسقعه بره بطيخه شيليا قد كده اهو، تعالي نطلع ناكلها سوا. عايزه انام، عايزه انام يا منيرة. صحيني بعد ساعة. ده منظر واحدة هتنام، ده منظر واحدة هتنام. عايزة تعملي فيا ايه؟ على فكرة أنا مش أختك، أنا أمك اللي مربياكي وفهماكي. لو جرالك حاجة هتوجعينا وتوجعي قلب أمك عليكي. تعالي تعالي حاضر حاضر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام يا حاجه منير، الله يسلم عمرك. والله ما انت اهل. حجه مبروره يا حاجه صفيه. اهلا وسهلا، وربنا يوعدك بحق جاي النبي. امين يا رب. معلش ان انا جيت لكم كده من غير ميعاد، قلت اجي ابارك لكم بنفسي، وكنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده يا حاجه من غير ذواق. قوي قوي منيره. نعم يا ماما. روح اعملي لنا شاي.
حاضر، اعمله شاي بلبن ولا ساده؟ ساده والسكر لوحده. يلا الجدعان. طيب انا عامله كيكه، اجيبها لك بالبرتقال ولا بالجزر؟ مالوش في السكريات. يلا بتغمزيني ليه؟ يلا بقى زق عجلك. نعم. بقى خير يا حاج؟ قلقتيني. خير ان شاء الله يا حاج، مفيش قلق ولا حاجه، احنا اهل مش كده؟ ما انت لسه قايل هنتكلم من غير زواج. اه صح، عندك حق. بص يا حاجه، ضياء ابني بيكبر وحنان بنتك زي بنتي بالظبط، وانت عارفه كويس انا بحبها قد ايه، وانا مقدر اللي هي فيه قوي يعني. والدكتور قال ان ممكن يكون جالها عقده بعد الواد ما مات، عشان كده مش عايزه تخلف. بس وبعدين؟ وبعدين حاجة اخرتها؟ والله انا حاولت اكلمها كتير في الموضوع ده، مش بس انا واخواتها كمان، بس ما اعرفش مالها، زي ما يكون الموضوع ده بيكهربها، اللي يجيب لها سيره هتيك على اللي بيجرى لها. يعني ابني يفضل عايش طول عمره كده من غير ما يجيب ولد ولا بنت يسند عليهم لما يكبر؟ مش كفايه عليه قهره شغله لما فصلوه، ولا قهرته على ابنه لما مات؟ ابني كاتم في قلبه وما بيتكلمش، ما بينطقش، مش عايز يفضفض لحد، ومش عارف يقول ايه ولا يقول لمين. ولما بيضيق بيه الحال قوي بيروح يقعد جنب السيده نفيسه بالساعات. انا حاسس بيه يا حاجه. يرضيك انت الحال ده؟ يرضيكي؟ انت بتفكر في ايه يا حاج؟ في اللي جه في دماغك دلوقتي، هو ده اللي انا بفكر فيه. يعني هو شاف واحده وعاوز يتجوزها؟ هو لا شاف ولا عاوز يشوف، وهي مش عايزه تخلف. احنا الكبار بقى هنفضل قاعدين وساكتين كده ونتفرج عليه؟